جامي لابورت أليكس أوتافيو الخيبري برودلي لاعب نصراوي سابق وهو يحيى الشهري في التغطية كرة ثم يكون هنا الآن هنا الدون بيحضر كرة 3-2 الآن محاولة القائم ينقذ الكرة قائم كامبانيا هذه المرة وقف صامتا أمام كرة تقدم من خلالها أيمن يحيى وسددها بيسرى لكنها تصطد في القائم هكذا مرت من أمام بروزو ثم سددت من أيمن يحيى تيليس يرسل كرة باتجاه كريستيانو رونالدو الكرة تذهب من أمام ماني تحضير ذا هيلمان البرازيلي كرة تصل في النلام الله الله هذه اللعبة الحلوة كان بالإمكان أن تنتهي بأحلى محمد العقل يرسل يا سلام على الحطة لكن وصلت وصلت أوتافيو وسجل الفنان هدف في مكان صعب على مارتن كامبانيا هدف تغير كرة اتجاهها لتصبح في زاوية صعبة نجح النصر بعد مرور ربع ساعة فقط من الوصول إلى شباك مارتن كامبانيا هكذا سددت وتغير اتجاهها من من؟ من أندري غراي المهاجم ما الذي جاء بك إلى هنا غير كرة إلى شباك مرمى 29 نقطة فارق نقطتين الكرة بتصل يرسل كرة الكرة بالرأس مرت أمام لكن لاحظ الآن استحواذ نصراوي 67 في عندما يحضر الآن الكرة في الجدار الأحمر عادت من جديد حكم اللقاء الآن الله ضاعت يا على كرة هذه كانت بالإمكان أن تعادل الرقم أبدا ما كان فيها راية الكرة اللي لعبها برعونة بصراحة كريستيانو رونالدو فكر إرسالها فوق حارس المرمى أصبحت الفرص السهلة لمصلحة نادي النصر يحاول خطف الكرة بشيء آخر لكن الآن أصبر والعقاب لقد أدرك التعادل لكن نعم احتسب الهدف لا وجود لراية إغري هكذا يتقدم أندري إغري الجامايكي سجل في مرمى وعادل نفسه عادل النصر الآن الله عاد الرياض وعاد إغري الهدف الذي سجله في مرمى ليلعب كرة وكأنه يقول هكذا توضع يا كريستيانو رونالدو هكذا تسجل أمام أوسبينغ الذي لم يكن له فيها كرة أبدا ما كان فيها حالة تسلل على الجامايكي أندري إغري الأسماء الكبيرة في التاريخية لنادي الرياض كرة ربما أقرب الآن الكرة تصل من جهة أخرى ترسل عالية وبالرأس اعتلت العارضة لكريستيانو رونالدو خارج أرضية الملعب نتكلم عن هداف التاريخي للعالم الآن الكرة بتوصل عودها العقل محمد العقل لكن تغطية ناجحة من عبد الله أوتافيو يعلي كريستيانو الكرة من مانيه إلى الخارج الدون يا كاسترو مسجل طبعا 6 هاتريك مع النصر من أصل 66 هاتريك في مسيرته كل يقاتل على الوصول لمرمى أوسبينغ الإنقاذ ناجح يا سلام الله لكن لا راية يا هذا الهدف لا تتبنى عن الله
صيدة التسلل محمد العقل، بس هدف جميل. أوه، لربما نحصل على الأحلى في دورينا، الأجمل في دورينا، الأروع في دورينا. محمد العقل يرسل كرة جميلة رائعة مقصية، لقد سجلها محمد صالح. محمد العقل بالعقل وبالجمال والفن الثاني للرياض حيحسبك حيحسبك. أبدا العقل ما كان في مصيدة التسلل. هكذا ننتظر القرار بالنسبة لي الفي في كرتين كانت كذلك ثالثة، كانت كذلك أن تكون ثالثة. ماني يضرب كرة بالرأس في العارضة وتقفز من فوق كريستيانو رونالدو. رونالدو تحت غضب الجماهير النصراوية بكرتين كانت بالإمكان أن تكون في شباك الرياض على الأقل أحدها. كريستيانو يمر ويتقدم ركلة زاوية، يرسل كرة بالرأس. كامبانيا يحل إعادات هذا الهدف، كان في الأونسايد. أيمن يحيى هو مع أسبنا حيلعبها على الجول، على الجول، جول. الكرة بالرأس، الله، كمان كان فيها التحرك رائع هذه المرة بفهد بالتحرك. الكرة الماضية تاريخية، أول مباراة تاريخية، لكن أول مرة أمام الجميع. وصلت للدون، الدون بيسدد، تصطاد دوفيتش، تيلس يرسل كرة. الله يا مارتن كمباني، الله على كمباني. العقل يمرر، ما فيها راية، تسديدة في الشميلة، المرور، وأيمن بيحضر الكرة بالجوار يا كريستيانو رونالدو. الكرة كأنه يحدثها، أنصفيني في هذه المباراة. يتحرك، يقاتل، يحاول أن يصل. لاكتوالية عند الدون، الكرة تبعد. يكلي أوتافيو، أوتافيو يتحرك، سهلة في أحضان كامبانيا. فكر إرسالها للدون ومخادعة كامبانيا في آن واحد. كان لسعد الحارثي أيامه، الآن كرة تصل، الكرة بالبقاء أن يبقى في دورينا هذا العريق الكبير. لابورت، لابورت، وهل فيها ضرب محمد العقل؟ سنرى. لابورت يقول ما لم أفعل، ما فيهاش كلام. بطاقة حمراء لإيميريك لابورت، كنا نعتقد ذلك يا إيميريك. طبعا الآن كريستيانو، محاولة تعتلي العارضة إلى أيضا حالة تسلل على هجوم الدون. الجولة الأخيرة سيستضيف النصر في مرسول بارك نادي الاتحاد يوم الاثنين. الجولة وجولات، والآن مشاري بيحاول ركلة على ذكر الهدف التاريخي. الكرة في المربع، الله، شار النمر أدرك التعادل وبعشرة لاعبين وفي الوقت بدل الضائع. هذا الشاب اليافع يقتنص كرة بعد أن حولت بالرأس وأبعد الحارس الشمري. هكذا مرت أمام الدون، وهكذا كرة لعبد الإله العمري. أبدا ما فيها تسلل، هدف سليم، هدف سليم. العمري حول الكرة، عبد الرحمن لم يتمكن بإمساكها. مشاري النمر ظهر.